Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penampilan Korea Teki 0501. Selanjutnya kami panggil Kori nomor peserta Teki 0502. Teki 0502. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pecinta Al-Quran yang mulia, Kori nomor peserta Teki 0502 akan membacakan ayat-ayat Al-Quran Surah An-Nur. Surah An-Nur dimulai dari ayat 35. Dimulai dari ayat 35 akan membawakan qiraat Imam Abu Amr dengan riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Kepada Qori nomor peserta Teki 0502 disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجه كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wattayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu Wallahu alimun bima yaf'alun. Walillahi mulku samawati wal ard. Wa ila Allahil masir. Sadaqallahul Azim.